تتواصل فعاليات التمرين الأمني المشترك أمن الخليج العربي واحد، والذي يعقد حاليا في مملكة البحرين، انطلاقا من الحرص المشترك على تعزيز التعاون الأمني بين دول مجلس التعاون. وفي هذا الإطار تحرص القوات الأمنية بدول المجلس على المشاركة في فعاليات التمرين بأعلى مستويات الجاهزية. بمنظومة أمنية واحدة وفكر أمني متكامل، تعمل القوات الأمنية ضمن فعاليات التمرين الأمني المشترك أمن الخليج العربي واحد. ومن بينها القوات الشرطية الإماراتية التي تضم فريقا متكاملا من العناصر من كافة وحداتها وقطاعاتها، وتركز على مفهوم وحدة المنظومة الأمنية الشاملة. المنظومة الشاملة تمثل فرق الأسناد الجوي، إضافة إلى فرق أرضية متخصصة ووحدات فنية خاصة مع فرق إسناد وإنقاذ، وهو ما يتم في إطار التمرين الذي تجري مراحله وفرضياته على أرض مملكة البحرين، مستهدفة تحقيق التكامل في الأداء والاستفادة القصوى والإسهام في رفع المستوى التكتيكي للفرق في التعامل مع الحوادث والطوارئ والتحديات مهما كانت البيئة الجغرافية. طبعا وزارة الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة وبتوجيهات من سمو الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وجه بأن يشارك الفريق الإماراتي أو النخبة الإماراتية بأنواع كثيرة من الآليات النوعية اللي هي قتالية ميدانية. عندنا عدد كبير من أنواع المصفحات أو المدرعات، منها ناقلات جند، منها خاصة بالسلالم لاقتحام الطوابق العليا، وأيضا عندنا سيارات قيادة وسيطرة منها غرفة عمليات متحركة اللي هي الكوماند بوست. طبعا التمرين هذا ممتاز جدا، ممتاز لأنه اكتسبت منه خبرة واكتسبوا مني خبرة، تدريباتنا مشتركة، تعرفنا على بعض، تدخلنا مع الدول، عرفنا تدريباتهم، عرفنا تكتيكاتهم، عرفوا كذلك، كل واحد كسب خبرة من الثاني. خلال الأيام الماضية استطاعت القطاعات الأمنية الإماراتية أن تتكامل مع بقيات القوات في ميدان التمرين، حيث كان التناسق والانسجام هو العنوان وسيد الموقف، ما يبرهن على أن غايات التمرين بلغت مكمنها.